دخل حاجتك متواجده، كنت متواجده اليوم امام المشرحه. هنا الام كانت صرحت فتصريح خطير جدا في الاولى الاخيره ان يعني ما ده حاجه شيء ما جمال دوكت وهي حيه. حضرتك شفتيها؟ منظرها المنزل انا ما قدرتش اشوفها لان كان مجنزرها وجالي علامه نار وبغير معلوماتها خالص ما قدرتش اشوفها. ولكن وفق البيان النيابه العامه للجنزيه هنا مش السبب الرئيسي هي الوفاه يعني. وفقا لبيان ضاربها من النار وضاربها من ورا وربنا وحده اللي يعلم ايه سبب الوفاه. ربنا وحده اللي يعلم. هو موتها ثلاث مرات جنزرها وضربها بالطمنجه من ورا وضربها بالطمنجه من قدام وجالي عليها ميت نار ورماها في الحفره. فربنا وحده اللي يعلم ايه سبب الوفاه. احنا ما نعرفش ايه سبب الوفاه. يا جماعه والنبي